احنا يعني احنا هنا في فرع تحليل المياه، لكن يا ريت تدينا فكرة عن فروع أخرى، لأنه خاصة كمان يعني ده هو أمر مهم انا طبعا ده يعني. شيء مهم جدا ان انا اقول لحضرتك، بس قبل ما انطق لو حضرتك تسمح لي اقول المساهمات العديده برضو هنا في المعمل عشان يبقى المعنى قريب للساده اتفضل اتفضل المشاهدين. اتفضل. احنا ما هو الدور فعلا حقيقي على ارض الواقع؟ احنا بنقيم زي ما قلت لحضرتك، بنقيم حاله نوعيه المياه الشرب والمياه المعبأة ومياه الري ومياه الصرف الصناعي والصحي بالمشروعات القوميه، يعني مشروع ال 1.5 مليون فدان، انا هضمن ازاي ان المياه اللي داخله دي هتكون مياه صحيح. صالحه للزراعه خاصة ان وبكفاءه. احنا عندنا معالجات للمياه واستخدام. دي لازم اكون موفرها. عندي صحاره ثرابيوم، الصحاره اللي احنا بنخزن بيها المياه عشان نعمر بيها سينا، لازم اتاكد من صلاحيه المياه دي. انا مش هنشئ مشروع زي ده وده كله، وجوده المنتج اللي شغاله فيه المياه بيكون مش بالظبط. احنا عندي بنعاون دايما جهاز شؤون البيئه في رصد المياه الساحليه لجمهوريه مصر العربيه، يعني ده شيء مهم جدا عشان احافظ على الثروه السمكيه بتاعتي واحافظ على نسب التلوث على الشواطئ. انا عندي هنا معاونه وزاره التضامن الاجتماعي، يعني احنا عاوننا وزاره التضامن الاجتماعي في تحديد جوده مياه محطات المياه وصلاحيتها اللي انشاتها وتديرها الجمعيات الشرعيه ليها. احنا حللنا حوالي 923 الجامعات الاهليه اللي هي واخده ايوه الترخيص من التضامن، واخده الترخيص منها. لانه احنا بيعملوا محطات مياه وبيعملوا. تمام يا فندم. احنا حللنا الحمد لله 923 عينه من 18 محافظه على مستوى الجمهوريه. كمان احنا برضو عاوننا جهات قوميه للانفاق في تحليل عينات مياه وتفيز قطات بايه بموقع المرحله الرابعه المترو الانفاقيه. دي لجأوا لنا الهيئه القوميه للانفاق، لجت لنا لان برضو ظهروا اثناء الحفر في منسوب ميه، فكان مهم بمكان ان نحدد ايه هي القياسات البيئيه في المكان ده ومدى تاثير هذا الموضوع على المشروع. قدرنا نشارك في تطوير واستعاده كفاءه بحيره مريوط. بحيره مريوط من خلال تحليل عينات من مصادر الميه لازم اقيم الوضع البيئي واشوف مصادر التلوث في البحيره دي. طيب ناخد فكرة بقى عن عندي بقية انا عندي الوحدات. عندي فرع التحليل الكيميائية، ويمكن بقول ده الفرع ده بيعتبر بقى من اهم الافرع كلها، لان بيحتك بموضوعات بتتعامل مع الامن القومي المصري. الفرع ده بيتكون من معمل البويات والطلاء، معمل تحليل الاوليه والصابون، معمل تحليل الطيف بانواعه، تحليل الطيف ده ليه انواع كثيره جدا في منظومه التحليل، معمل الرنين النووي المغناطيسي، ومعمل تحليل الكروماتوجرافي. عندنا في نظام تحليل اسمه التحليل الكروماتوجرافي، دي من التحاليل الدقيقه سواء غازيه او سائله. الامكانيات دي خلتنا نقدر نساهم في تحليل عينات الورده من مصلحه الجمارك، وده اول حاجه مهمه ما جدا كان في تعاون بيتكلم على فكره الامن القومي. في دي في تعاون وثيق مع مصلحه الجمارك بنقدر نحدد مدى مطابقه المشحونات للبوليس الشحن اللي جايه منها، ونحدد مدى خطوره الحاجه اللي موجوده فيها. احنا وصلنا معاهم في التحليل ل 1534 عينه حتى تاريخه، يعني واحنا قاعدين دلوقتي. ايضا بنحلل عينات من شحنات البضائع للمواد الكيميائيه المتحافظ عليها بالموانئ، يعني في انت عارف حضرتك الشحنات اللي بتيجي لغايه ما تتخلص اجراءات التخليص الجمركي ده كله، احنا ممكن تقطع طول او تقصر. احنا الحمد لله بنقدر نروح بالتعاون مع مصلحه الجمارك وهيئه الموانئ زي ما قلت، موانئ البحر يعني، الاحمر، بحيث انه البضائع اللي جايه لو فيها مثلا مشاكل اشعاعيه بنقدر مشاكل. نقدر ندي حتى دي بيبقى من ضمن اجراءات الافراج الجمركي، ان احنا دي ضمن انه ان احنا القرار بتاعك او النتيجه الابروفل بتاعتك. بتاعها من عندي. دي احنا بنقدر الحمد لله يعني لغايه دلوقتي وصلنا 5108 عينه حتى الان بناخدها من الشحنات، ونقدر الشحنات نحدد اللي جايه مصر. نقدر نحدد. احنا بقى في حاجه مهمه جدا الفرع برضه بيقدر يقوم بيها، وهي المضبوطات لقضايا امن الدوله وقضايا المهربات. بنبقى معنيين اكتر بالجزء الكيميائي فيها، وبالذات المواد الكيميائيه ثنائيه الاستخدام التي قد تستخدم في تصنيع متفجرات ومفرقعات، والمواد الكيميائيه والمبيدات. يعني احنا المفرقعات دي بتمس الامن القومي وبتحدث زي ما حضرتك يعني اللي احنا عانيناه صحيح في الفتره اللي فاتت دي السنين اللي كلها، فاتت. لان بيبقى الماده جايه للاستخدام وتستخدم تستخدم لغرض في حاجه اخر. ثانيه. الحاجات دي بقى كلها بتيجي مضبوطات بنلاقيها احنا عشان تقام الدعوه ضد الحائز لهذه الماده، بتيجي عندنا هنا ونقول راينا. المادة دي بتستخدم في 1 2 3 وبتمثل فاذا كانت بتستخدم في مصنعات وبتمثل المفجرات تهديد للأمن القومي ولا المواد الكيميائية او المبيدات.
هل ليها تأثير ضار على المجتمع، وهل ليها تأثير ضار على الثروة الحيوانية الثروة الزراعية، ما تمثله من تهديد احنا بيجي هنا بنقعد نشتغل فيه. احنا وصلنا لغاية دلوقتي حوالي 899 عينة من المضبوطات بقضايا مختلفة. القرار النهائي والتصرف النهائي في القضية بيعتمد على الرأي الفني التخصصي عندنا بعد التحليل. تمام. كذلك ده في التحليل الكيميائي. احنا عندنا الكيميائي. عندنا البويات ومواد الطلاء. يعني احنا عندنا معمل متخصص جامد جدا متقدم في مواد البويات ومواد الطلاء اللي بتورد سواء للجهات العسكريه او الجهات المدنيه. فطبعا من ضمن اجراءات القبول لهذا المنتج عند التوريد لاي جهه لازم القبول الفني. القبول الفني ده بيجي يختبر عندي. احنا لغايه وصلنا حوالي 1117 عينه سواء الجهات العسكريه او المدنيه. مهم بمكان جدا ان احنا نقول ايه هي المساعده اللي نقدمها لطلبه الدراسات العليا، ونحاول فيها نستغل الاجهزه المتقدمه اللي حضرتك شايفها دي. ده من خلال كل الوحدات ولا من وحدات معينه؟ لا يا يعني فندم، طلب الدراسات العليا، الدراسات العليا كل الوحدات، القوات المسلحه، وبياتي قبلها الجامعات المدنيه برضه. لا اقصد المساعده دي من خلال كل الوحدات ولا في وحدات معينه هنا؟ لا يا فندم، كل الوحدات، كل الافرع الموجوده هنا بتقدم هذه الخدمه. انا ما ينفعش حضرتك ان يكون عندي جهاز بهذه الامكانيات الفائقه وهذه القدرات العاليه وادخل بيه ان انا اقدم بيها خدمه للمجتمع المدني. احنا اذا كان الشغل اللي يخدم المهام العسكريه بتاعتنا او شغل التحليل بتاعنا في الاتجاه بتاعنا، احنا بنرأي فيه ان احنا يبقى الجزء الاكبر للقطاع المدني، وده شيء مهم جدا. احنا وصلنا بعدد العينات اللي حللناها لطلبه الدراسات العليا الى 230,130 عينه. احنا بقى يهمنا في ده كله احنا كنا نملك هذه الامكانيات، فلازم نقتحم بيها مجال احنا في اشد الحاجه ليه. مجال البحث والتطوير لانتاج لحول انتاج الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره. احنا بنعاني كتير جدا. هو الميزان التجاري مش هيعتدل الا بكده. يعني انك نقلل من الاستيراد. احنا الحمد لله بامكانيات بفضل الكوادر الموجوده هنا وبالامكانيات الموجوده معانا، احنا شغالين عمل بحثي في تشجيع نظام الهندسه العكسيه لاي منتج كنا بنستورده، احنا بنيجي هنا نشتغل عليه ونعمل المنتج المماثل. احنا اقتحمنا مشاكل كثيره جدا من المشاكل اللي كانت تواجهنا، وكان اخرها احنا متطلبات واحتياجاتنا من بودره الاطفاء. يعني بودره الاطفاء بتستخدم في الدوله مش في كل ساحه بس، في كل حته. احنا الحمد لله قدرنا نحضر بودره الاطفاء دي بامكانياتنا وقدراتنا المعمليه، وفرنا قد ايه في استيراد، لان هو في ظل الازمه دي هو اصلا المنتج الشحيح في السوق. ويمكن يعتبر خلاص، يعني اللي موجود مش هيكفي احتياجاتنا المستقبليه. احنا الحمد لله نجحنا. انت قدرت تعمل نجحنا ان احنا وتحولنا في هذا المنتج من الانتاج المعملي بنش سكيل الى الانتاج النصف صناعي، وده حاجه قويه جدا، واجتازت كل الحمد لله الاختبارات والقياسات طبقا لاشتراطات هيئه المواصفات والجوده، وطبقا كمان كفاءه الاداء. احنا اشتغلنا مع هيئه الامداد والتمويل للقوات المسلحه من خلال اداره الاطفاء، اللي هو نقول كفاءه العمل، كفاءه الاطفاء الحريق، يعني اشتغلنا بيها على سكيل واسع جدا، والحمد لله احنا دلوقتي بقينا قادرين ان احنا هنقدر نلبي مطالب القوات المسلحه في طفايات الحريق، ان احنا نملا الطفايات الحريق وكل اجهزه الاطفاء بالبودره دي، وكذلك ان شاء الله الحمايه المدنيه وكل الجهات في الدوله باذن الله.